تذكار أسري. فريد يحب العناية بألعابه كثيراً، إلا أنه في يوم ما لم يحافظ على شيء مميز فيما يتعلق بالأسرة. سأذهب للعب يا أمي، فصنع المربى سيستغرق وقتاً طويلاً. لن يطول الأمر طويلاً يا فريد، سنفاجئ جدتك ببعض المربى الطازج. نعم يا أمي، حركيه بسرعة أكبر. لما لا تذهب وتساعد والدك ببعض الأعمال؟ حسناً، ولكن عندما تنتهين من صنع المربى أخبرينا. لا تقلق، سأخبرك في الحال. ماذا تفعل يا أبي؟ أبحث عن شيء ما. انظر، هذه أول سيارة أمتلكها. التبس عليك الأمر يا أبي، فهذه لوحة سيارة. هذا صحيح يا بني، إذ لا يمكنني الاحتفاظ بالسيارة كاملة. يا لتلك الأيام. والآن سأبحث عما أردت إعطائك إياه. هل لديك شيء لي؟ نعم، وسأجده لك. أتمنى ألا تكون لوحة سيارة. لا. وجدته. احتفظ بهذا. مزمار؟ نعم مزمار، إنه مزمار حقيقي. حقاً؟ هذا ما يحدث في أول مرة. حسناً، أريد أن أخبرك بعض الأمور عن هذا المزمار يا بني. المربى بات معداً. المربى معد، سأسمع القصة فيما بعد. يبدو أن المربى أهم من قصتي. لا أظن أنه مزمار حقيقي. ما هذا؟ هذا؟ لا أقصد ما هذا الصوت. أتقصد هذا؟ جميل، أيمكنني رؤيته؟ بالتأكيد، إنه مزمار حقيقي ولم يكلفني شيئاً، حصلت عليه مجاناً. حقاً؟ إنه رائع، من أين حصلت عليه؟ وجده والدي في صندوق أشيائه القديمة فأعطاه لي. هاي، كرات لعب جميلة، ألوانها رائعة جداً. نعم، أظن ذلك. أتريده؟ حقاً؟ ستعطيني إياه؟ لقد فكرت في أنك قد تعطيني شيئاً مقابله. لا تقل إنك تريد مربى الفريز، فهو لجدتي. لا، كنت أفكر في هذا. إنه جميل جداً يا فريد. ماذا أعطيت الأرنب مقابله؟ لابد أنه كان شيئاً مميزاً. مجرد مزمار أعطاه لي أبي. مزمار؟ معلق بشريط أحمر؟ نعم، قال إنه آلة موسيقية حقيقية، لكني لا أظن ذلك. انظر إلى هذه الصورة يا صغيري. أعرف من هذا يا جدتي، إنه جدي. هذا صحيح. انظري، كان لدى جدي مزمار أيضاً. وكان يعزف عليه بشكل رائع. التقطت هذه الصورة في إحدى المهرجانات الموسيقية التي نال فيها الجائزة الأولى، أليس أمراً رائعاً؟ لابد أنه كان بارعاً في العزف. هل تعرف يا فريد من يملك هذا المزمار الآن؟ من؟ الأرنب. تقصدين أن هذا المزمار هو المزمار نفسه؟ المزمار نفسه الذي أعطيته للأرنب، لكن لما لم يخبرك والدك بذلك؟ لا، لقد ظننت أنه مزمار قديم ولم أظن أنه كان مميزاً. لا، لقد كان تذكاراً أسرياً، لكني ما زلت أتساءل لما لم يخبرك والدك. كان ينوي إخباري، لكني كنت مستعجلاً. أنا ذاهب لاستعادته. لقد قلتها بنفسك، سأذهب معك يا عزيزي.
مرحبا يا أرنب. مرحبا فريد، اسمع هذا. أليست جميلة؟ نعم جميلة، لقد أتيت لاسترجاع مزماري، هل يمكنك إعطاؤه لي؟ آسف، لا أستطيع ذلك. خذ، سأعيد إليك هذا وأنت تعيد إلي مزماري، وكأن شيئا لم يكن، اتفقنا؟ لكنه لم يعد لي. لم يعد لك؟ لقد بادلته مع دبدب بهذا الإناء. ماذا بادلته مع دبدب؟ ولكن والدي أهداني ذلك المزمار يا أرنب. وجد فريد أعطاه لأبي فريد. فقد حصل جدي على الشريط الأحمر لأنه تفوق على جميع العازفين. وعندما كان فريد صغيرا كان والده يعزف له على المزمار كي يتوقف عن البكاء. حقا؟ إن عزف والدك كان رائعا، كان يعزف لك مقطوعة النوم وكنت تنام من فورك. لو كنت أعرف لما بادلته بهذا الإناء الخشبي. ولا أنا. تشجع، سأساعدك على استعادة المزمار، سنبحث عن الدب لنكلمه في الأمر. أجل، دبدب هو صديقي المفضل وسوف يعيده إلي. هاي انتظراني. هاي إنني أطير. رائع، إنني أرتفع في السماء. ها هو بيتي في الأسفل، وتلك هي مدرستي. كما أن الأشجار تبدو صغيرة وكأنها ثمار القنبيط. دبدب انتظر يا دبدب. صديقي فرود، هل من خاط؟ دبدب أرجوك، إني في حاجة إلى المزمار الذي بادلك به الأرنب، فهذا المزمار تذكار من جدي. كان أبو فريد يعزف عليه ليتوقف فريد عن البكاء. إنه تذكار خاص بأسرة السلاحف، وقد ورثه جد فريد عن أبيه. حقا؟ لم تقولي ذلك. يا سلام، كما قلت لكم إن هذا المزمار متوارث في الأسرة منذ 500 عام، لذلك فهو ثمين جدا عندنا، وهنا تكمن قيمته. إنني أتفهم الأمر، ولكن الإيواسة. ماذا تقصد يا دبدب؟ المزمار عندها. عندها؟ لقد بادلته مقابل هذه. حسنا، علينا البدء من جديد. دبدب ها هي. ماذا فعلت؟ أوقعته في الماء. لقد أخفتموني. إنك لا تعرفين كم هو مميز. في الحقيقة لا أعرف. وأنا أيضا لم أكن أعرف، الآن عرفت أهميته. لا تقص على نفسك يا فريد، إذ لا يمكنك أن تعرف أهمية الشيء إلى أن تعرف الذكريات المتعلقة به. صدقني الذنب ليس ذنبك. لا عليك يا فريد، سأستعيده لك في الحال. نسينا أن الإيوازة بارعة في الغطس. نعم، إن لم تستعدها فلن يتمكن أحد من ذلك. كم أنت رائعة. مدهشة حقا يا إيوازة. شكرا يا إيوزة، من الآن فصاعدا سأعتني بك جيدا يا مزماري. ألن تخبروني لما هو مميز هكذا؟ من سيبدأ أولا؟ أنا. لقد أهدى والد فريد فريدا هذا المزمار. ولا تنس جد فريد. نعم معك حق يا أرنب، إن هذا المزمار متوارث في أسرة فريد. نعم، إنه ينتقل من الأب إلى ابنه، كان جده أفضل عازف. مرحبا، لقد أتيت. أهلا فريد، كيف حال جدتك؟ إنها بخير، لقد أخبرتني الكثير من الأشياء عن هذا المزمار. أظن أنك بت تعرف عن المزمار أكثر مما أعرف. نعم أظن ذلك يا أبي. إن هذا لا يفاجئني، فذاكرة جدتك أقوى من ذاكرتي بكثير. أشكرك لأنك أعطيتني إياه، فأنا أعرف كم هو مميز. إن هذا الكلام يسعدني.
وأعرف أنك ستعتني به. من فضلك يا أبي، هلا عزفت لي مقطوعة النوم؟ لم أسمع هذه المقطوعة منذ وقت طويل. وأنا نسيت كيف تبدأ المقطوعة. تبدأ بي وأنا أبكي. حسناً، تذكرتها الآن. فريد يتعلم العزف. يعرف فريد كيف يصفر، كما أنه تعلم العزف على مزماره، وهو أيضاً يستطيع أن يغني أغنية. ولكن في يوم من الأيام أراد فريد أن يتعلم العزف على آلة موسيقية حقيقية. واحد اثنان ثلاث، 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 واحد اثنان ثلاث. عزف رائع جدا يا آنسة، هل استمتعتم؟ نعم، لقد استمتعنا. إنها بارعة. إنها معزوفة رائعة. إنني في حاجة إلى من يساعدني في عزف المعزوفة الأخيرة. أنا. نعم، أنت يا من ترتدي تلك القبعة. هل تعرف العزف يا صغيري؟ لا أعرف. هل أنت متأكد؟ لنرى ذلك. اجلس بقربي، هيا. والآن كرر ما سأعزفه. هيا ابدأ يا صغيري. ممتاز، إن عزفك رائع جدا. أظن أنه قال بأنه لا يجيد عزف الموسيقى. كان ذلك رائعا يا صغيري، في إمكانك أن تعود إلى مكانك. شكرا جزيلا لك يا آنسة لأنك متعتنا بموسيقاك. هل ستأتين ثانية؟ نعم. تعالي. لقد كنتم مستمعين جيدين، لذا أظن أنني سأعود. كنت محظوظا لأنها اختارتك. هذا صحيح، وقد فرحت كثيرا لأنكم صفقتم لي. عندما تعود آنسة الموسيقى أظن أنها ستختارني لأعزف معها. ما رأيك أن نتعلم العزف على البيانو قبل أن تعود؟ عندها سنفاجئها هي والأستاذ بوما. وكيف سنفعل ذلك؟ ليس لدينا بيانو وليس لدينا معلم. جدتي لديها بيانو، وقد كانت تعطي دروسا في العزف عليه. وهل ستعلمنا؟ سوف نسألها. إن كنتما ترغبان بذلك حقا فيمكنكما الحضور لأخذ دروس في العزف على البيانو. شكرا يا جدتي. لا أطيق الصبر حتى أرى الجميع يصفق لي. أما فيما يتعلق بتعليمكما كيف تعزفان أغنية خلال 4 أسابيع فهذا طموح كبير بعض الشيء. سأتمرن ساعات طويلة. وأنا أيضا، وفي كل يوم. إذن سنبدأ دروسنا في الغد وسنرى من سيأتي أولا. أنا. هذا ما أحب رؤيته، فليس هناك أفضل من التحمس. جدف أيها البحار، جدف ليلا ونهار، جدف. مرحبا فريد، انظر ماذا أعطتني الجدة. تحصل على نجمة عن كل يوم تتمرن فيه. وسيكون لدينا نجمة في كل خانة بعد شهر. أهلا يا فريد، أنت مستعد لدرسك الأول؟ نعم، إنني مستعد. سآتي غدا في الموعد نفسه. سأكون في انتظارك. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إن ما عزفته الآن يا عزيزي يسمى بالسلم الموسيقي. و
ولكن هذه ليست أغنية. أعلم، عليك أن تتعلم أماكن العلامات الموسيقية حتى تتمرن أصابعك على عزف الأغنية. ولماذا لا أمرن أصابعي على عزف الأغنية مباشرة؟ لأن على أصابعك أن تتعلم أماكن العلامات الموسيقية. حسناً. حاول ثانية ولكن بشكل أبطأ. رائع، والآن اعزفوا ثانية. كيف حال دروس البيانو؟ إنها جيدة يا دبدب. أي أغنية تعلمت؟ علي تعلم العلامات الموسيقية أولاً ومن ثم أتعلم الأغاني. ها، وهل هي صعبة؟ لا، دو ري مي فا صول لا سي دو. إنها غاية في السهولة. ليس عندما تضطر للبحث عنها على البيانو. مرحباً، لقد تمرنت وقتاً إضافياً في هذا اليوم، وذلك لأنك لم تأتي. لقد كنت مشغولاً مع دبدب، غداً سأبقى وقتاً إضافياً حتى أعوض ما فاتني اليوم. هذا ما قلته يوم الثلاثاء، ولكنك لم تأتي يوم الأربعاء، كما أنه فاتك الكثير من التدريب الأسبوع الفائت، أليس كذلك؟ وكيف عرفت؟ نسيت دفترك فعرفت ذلك من جدول النجوم. هاته. إلى أين أنت ذاهب؟ لأتمرن على السلم الموسيقي. جدتي، هل تمرنت بما فيه الكفاية لأحصل على نجمة؟ ليس بعد، ما زال أمامك وقت طويل. صحيح، كنت أعزف هذه الأغنية، لم يعلمني أحد ذلك، لقد تعلمتها بنفسي. سأعزف هذه الأغنية للآنسة. هذا رائع، لم أعد في حاجة بعد الآن إلى التدريب الممل. لنذهب. هيا. جدو جدو يا أولاد، فالامتحان. أتساءل أين ذهب هذا الصبي؟ فريد؟ لن يحصل على نجمة اليوم. هل ستتمرن وقتاً طويلاً اليوم؟ لا، أريد أن أري جدتي كيف أستطيع عزف أغنية. ستفرح بهذا كثيراً. اسمع جدتي وهي تعزف، إنها بارعة. جدتي، من الذي يعزف؟ بالتأكيد، لست أنا من يعزف. إذن من الذي يعزف على البيانو؟ قندس، من علمك العزف بهذا الشكل الرائع؟ جدتك يا فريد. ولما لم تعلمني مثلك؟ أنت تغيبت كثيراً، أما قندس تمرن كل يوم، لذلك أتقن العزف. عندما سيعزف قندس للآنسة سيصفق له الجميع. أحلم بذلك. أما أنا سيضحكون علي. لن يضحكوا على عزفك إن بذلت جهدك. لن أستطيع العزف كقندس. يمكنك ذلك إن تمرنت جيداً، فما زال أمامك وقت طويل. إنهما أسبوعان فقط. إنه وقت كاف لتعزف أغنية جد جد يا أولاد. حقاً؟ هذا إن عملت بجد وتمرنت على العزف كل يوم. أبذل جهدك يا فريد. حسناً، سأبذل جهدي. أنت فتى رائع.
إنه عزف رائع يا قندس. شكرا لك يا قندس، كان عزفك رائعا جدا. والآن سيعزف لنا فريد معزوفة مميزة. هيا أتحفنا. عزف رائع، تأثرت كثيرا بما أنجزتماه خلال 4 أسابيع، وأظن بأن وراء هذا الإنجاز الكبير معلما رائعا. لابد أن نوجه إليه التحية. إنها جدة فريد يا آنسة. نعم، إن جدتي هي أفضل معلمة موسيقى في العالم كله.